انهض من مرقدك يا أوزوريس، نظرة منك تمحو أعداءك الذين انتهكوا حرمتك المقدسة. اللعنة قد حلت؟ تلك الكلمة ترافق كل حدث غريب، فكيف إذا ما ارتبط الحدث بالفراعنة، بقبورهم، أو حتى بمومياواتهم؟ ما القصة؟ أحداث مؤلمة تتوالى والتزامن مخيف. ما نتكلم عنه الآن هي الأحداث التي نشهدها اليوم، ولكن هل لذلك تاريخ؟ كثرت الأقاويل والاعتقادات، والحقيقة الغامضة تستوجب البحث. لنكتشف سوياً حقيقة ما يسمى بلعنة الفراعنة. أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم تحمل لغزاً عمره مئات آلاف السنين، حلقة عن موضوع أثار وما زال يثير ليس اهتمام العلماء فقط، بل كل من لديه حب التاريخ وغموضه، موضوع ارتبط منذ مدة قريبة بحوادث أقل ما يقال عنها أنها مأساوية في بلاد طيبة أهلها وناسها غنية عن التعريف. أولاً، أود أن أتقدم باسمي وباسم فريق عمل برنامج غموض وكل عائلتنا الكبيرة بخالص آيات العزاء والمواساة لأهلنا في مصر العزيزة ولكل ذوي الضحايا في الأحداث المأساوية التي شهدتها أم الدنيا في الآونة الأخيرة، مع دعائنا للجرحى بالشفاء العاجل. وأنا أكيد بل أجزم أن شعباً أجداده الفراعنة بناة أعظم عجائب الدنيا سينهضون من جديد مهما كانت المصاعب والمآسي. وبسبب الجدل الكبير الذي أثير حول هذه الأحداث الأليمة من حادثة قطار طوخ الذي حصل في الفترة القريبة إلى جنوح السفينة في قناة السويس، وحادثة اصطدام القطارين في سوهاج، وصولاً إلى الحرائق وانهيارات الأبنية المؤسفة وربطها بعملية نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة والتي تمت في 3 أبريل، ليس من باب التبني، إنما بسبب اعتقاد شريحة كبيرة من البشر أن ما يحدث هو لعنة فرعونية. لذلك دعونا نغوص أكثر ونعود بالتاريخ لنسلط الضوء على كل ما يتعلق به لعنة الفراعنة. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناة الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. عندما نذكر الفراعنة، عدة أمور تتبادر إلى ذهننا، فنرى الأهرامات العظيمة ودقة البنيان الهندسي وعظمة تلك الفترة بكل ما شهدته من ازدهار على كافة الصعد، وعلى المنقلب الآخر فإننا نفكر تلقائياً بما يسمى بلعنة الفراعنة، وهي اللعنة التي تصيب كل من يتجرأ على إزعاج نوم الفرعون الأبدي عالماً كان أم لص مقابر. فهي اللعنة المعروف عنها أنها تصيب من يتعرض لها بالحظ السيء أو بالمرض أو الأخطر من هذا كله، الموت الغامض أسبابه. هذا المصطلح جذب اهتمام كثير من علماء الآثار وكتاب الفانتازيا التاريخية ومغامراتها، وكان مادة دسمة لعدد لا يستهان به من الأفلام الهوليوودية. أما ما هو متعارف عليه فهو أن بداية انتشار أو الاهتمام بهذا المصطلح كان بعد فتح مقبرة الفرعون الشاب توت عنخ أمون، والتي تناولناها بتفاصيلها في حلقة سابقة. لكن الواقع أن مصطلح لعنة الفراعنة ظهر قبل ذلك بكثير. في عام 1699 كتب لويس بينشير حول تاجر بولندي قام بشراء موميائتين من الإسكندرية. في طريق عودته أبلغ التاجر عن رؤيته ما يشبه شبحين في عرض البحر يتسببان بعاصفة قوية. ازدادت العاصفة سوءاً وازدادت الرؤى المرعبة التي كانت تراود التاجر، حتى قام طاقم السفينة برمي المومياوتين إلى البحر. تهدأ العاصفة على الفور وتختفي رؤى الشبحين. المختص بعلم الحضارات المصرية أو كما تدعى بعلم المصريات دومينيك مونتسيرات ذكر في مقابلة مع جريدة The Independent البريطانية أمراً آخر، حيث قال أن هذا المصطلح ظهر في القرن 19 ميلادي في عرض مسرحي حي لفك كفن مومياء أمام الجمهور، وقد كان محور المسرحية الأهوال التي سيلاقيها من يزعج المومياء. وبالطبع توالت القصص والكتابات التي تناولت هذا الموضوع، إلا أن اكتشاف قبر توت عنخ أمون والأحداث التي تلته كان لها اليد الطولة في انتشار هذا المصطلح. بالطبع
أغلب القصص تتحدث عن اللعنات المرتبطة بالفراعنة سكان الأهرامات، إلا أن نصوص اللعنة ظهرت في أماكن أخرى. فتقول عالمة المصريات سليمة إكرام أن على جدران المقابر في الجيزة وسقارة، وأنا هنا لا أتكلم عن الأهرامات، وجدت كتابات باللغة الهيروغليفية تدعو إلى احترام طهارة المكان وعدم إزعاج قاطنيه، وأن جزاء من يخالف هذا الأمر هو المثول أمام محكمة الآلهة أو الموت. وبالرغم من أن أغلب الروايات والأحداث أرخت بتاريخ ما بعد فتح مقبرة الملك توت عنخ أمون عام 1922 على يد هوارد كارتر، إلا أن بعض الروايات وصلت إلينا بتاريخ يسبق هذا التاريخ بمكان بعيد آلاف الأميال عن مصر، ولعل أبرزها حادثة غرق التايتانيك. هذه الحادثة الشهيرة التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص غرقا في المياه المتجمدة في المحيط الأطلسي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالفراعنة ولعنتهم. أنتم تذكرون ذلك، أليس كذلك؟ فبحسب تقرير ورد في صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز، فإن مومياء الأميرة أمن رع كان على متن التايتانيك. هذا الأمر أكده أحد الناجين من الحادثة ويدعى فريدريك كيمبر، والذي أضاف أن المسؤول عن نقل مومياء الأميرة ويليام ستيد كان قد أخبرهم عن لعنة الفراعنة في الليلة التي سبقت حادثة الغرق بالضبط. ستيد هذا قضى غرقا مع السفينة. بعض ممن رأوا التابوت وعاشوا ليخبرون بما شاهدوه قالوا أن التابوت حمل تعويذة فسرها الباحثون بالتالي: انهض من مرقدك يا أوزوريس، نظرة منك تمحو أعدائك الذين انتهكوا حرمتك المقدسة. حادثة أخرى وردت إلينا، مكانها أيضا عرض البحر. هذه الحادثة يخبرنا عنها عاطف أبو الدهب وكيل وزارة الآثار الأسبق، حيث يقول أن الباخرة كوين إليزابيث والتي غرقت أوائل القرن الماضي جذبت الانتباه بعد أن كشف فريق الغطاسين الذي عاين موقع الغرق أن أجهزة السفينة سليمة ولم يجدوا أي عطل يمكن أن يكون سببا في إغراقها. لكن ما كان مثيرا للاستغراب هو وجود تابوت مصري مسروق وملفوف بقطع بالية من القماش مخبأ في غرفة الماكينات. والأغرب من هذا كان الكتابات التي وجدت عليه والتي تم تفسيرها على أنها لعنات ستصيب كل من يقترب من التابوت. دكتور حسين عبد البصير وهو روائي وأثري مصري يخبرنا عن قصة غريبة يتم تداولها بين العامة. هذه القصة هي حول مومياء في منطقة سقارة الأثرية عمرها 2500 عام. هذه المومياء تخرج من تابوتها وتحلق في الهواء على علو قدمين لمدة 8 ساعات، ثم تعود لترقد في تابوتها 16 ساعة، وهذا الأمر يتكرر يومياً بحسب سكان المنطقة. مرعب. ولكن يبقى أبرز ما ارتبط بهذه اللعنة هو ما أصاب فريق الاستكشاف الذي فتح مقبرة توت عنخ أمون. فكما ذكرنا قام هوارد كارتر بتمويل من اللورد كارنارفون بفتح المقبرة عام 22 لتتوالى بعدها الأحداث الغريبة، فبدءا من العاصفة الرملية الهوجاء التي هبت مع إزاحة باب المقبرة إلى رؤية الصقر الذي كان يرفرف بجناحيه بشكل غاضب فوق المقبرة، وصولا إلى عصفور الكنار الذهبي. وبخصوص هذا الكنار يخبرنا العالم المتخصص في الحضارة المصرية وأحد العلماء الذين وصلوا مع كارتر بعد فتح المقبرة جيمس هنري أن كارتر أرسل مساعده إلى غرفته في الفندق لأمر طارئ، وعند وصول المساعد إلى الغرفة سمع صوتا يشبه الاستغاثة الضعيفة. هذا الصوت كان قادما من الشرفة التي كان كارتر يضع عليها القفص الذي يحتوي على عصفور الكنار الذهبي الخاص به. توجه مساعد كارتر إلى الشرفة ليستطلع ما الخبر، فيتفاجأ بأمر مخيف، فقد رأى ثعبان كوبرا ضخم يلتف حول القفص لادغا الكنار وملتهما له. المساعد قتل الكوبرا بعد قتلها للكنار. وعند شيوع الخبر ربط أهالي المنطقة ما حصل بلعنة توت عنخ أمون، وبالأخص أن الكوبرا هو الرمز الذي كان يوضع على تاج الفراعنة الملوك. بعد هذه الحادثة بدأت الأحداث تتوالى. فبعد فتح المقبرة بستة أشهر وفي يوم الافتتاح الرسمي أصيب اللورد كارنارفون بحرارة شديدة ونوبات من الصرع ليموت على إثرها في منتصف الليل. تزامن مع وقت وفاة اللورد كارنارفون انقطاع تام للتيار الكهربائي عن مدينة القاهرة بحسب ما ذكرته إحدى حفيدات كارنارفون وتدعى فيونا هيرارت. فيونا أضافت أمرا آخر في الوثائقي الذي حمل عنوان لعنة الملك توت، فقد قالت فيونا
أن كلبة كارنارفون كانت تنبح بشكل غريب وصاخب قبل وفاتها. الملفت في الأمر أن الكلبة ماتت في نفس الوقت الذي مات صاحبها فيه. تشريح جثة كارنارفون أشار إلى أن سبب الوفاة هو تسمم بالدم أدى إلى التهاب رئوي حاد. هذا التسمم أتى بحسب المؤرخين من لدغة بعوضة تعرض لها كارنارفون داخل مقبرة الملك توت، ثم جرح مكان تلك اللدغة بآلة الحلاقة لاحقاً. اسمعوا التالي: بعد دفن اللورد كارنارفون بوقت، تم فحص مومياء الملك توت ليجد علماء الآثار جرحاً مندملاً على خد الملك الأيسر، إلا أنه بالطبع لم يستطيعوا تأكيد ما إذا كان مكان الجرح يتطابق مع الجرح في وجه كارنارفون. يتابع هذا الوثائقي بسرد بعض الأحداث التي ارتبطت بهذه اللعنة، حيث يخبرنا عن انتحار عالم الآثار هيوغ إيفيلين وايت عام 24 شنقاً، تاركاً خلفه رسالة كتبها بدمه تحمل عبارة واحدة: اللعنة قد حلت. العالم في الحضارات المصرية والمقرب من كارتر أمبر قضى حرقاً في منزله عام 26 رغم توافر الوقت الكافي للهرب، إلا أن أمبر أسرع باتجاه النيران لإنقاذ مخطوطة لكتاب كان يعمل عليه بعنوان The Book of Dead أو كتاب الأموات. الموت لاحق آخرين أيضاً شاركوا في فتح المقبرة وامتد إلى أهلهم، حيث لاقى سكرتير كارنارفون مصير الموت لينتحر والده بعده. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فأثناء تشييع جنازة السكرتير لاقى طفل صغير حتفه دهساً تحت حوافر الحصان الذي كان يجر عربة التابوت. المليونير الأمريكي جورج جي له قصة هو الآخر، فالرجل لم يكن له يد في فتح المقبرة، إلا أنه أصيب بالعمى عند رؤيته للتابوت ومات بعدها مباشرة. حادثة أخرى يخبرنا به عالم الإنسانيات هنري فيلد، فيقول أنه شهد خلال زيارته للقبر إهداء كارتر لصديقه بروس إنغرام يداً محنطة محاطة بسوار منقوش عليه ما فسر بالتالي: اللعنة ستلاحق من ينقل جسدي، ستصيبه النار والماء والوباء. وتعرض منزل إنغرام إلى الحرق ثم دمر بالطوفان خلال عملية إعادة بنائه. فيليب فانبرغ في كتابه لعنة الفراعنة يخبرنا أيضاً عن بعض الأشخاص الذين ارتبط موتهم بلعنة توت عنخ أمون، فيخبرنا عن جورج جولد ابن أحد الممولين الكبار الذي أصيب بحمى عالية وتوفي على أثرها بعد زيارته للمقبرة بيوم واحد. كذلك يذكر لنا أن الأستاذان دينلوك وفوكرات وعلماء الآثار جاري دافنز وهاكنز دوغلاس كانا ضمن ضحايا هذه اللعنة بحسب قوله. على الرغم من أن العديد من السرقات حصلت وتم التبليغ عنها، إلا أنه لم تسجل أي حالة تختص باللعنة، ربما خوفاً من السارقين أن تنكشف هويتهم. يجدر بي أن أذكر أن التاريخ والدراسات أوردوا إلينا أن سرقة قبور ملوك الفراعنة ليست وليدة أيامنا هذه، بل هي تعود إلى الأزمنة الغابرة وتحديداً إلى زمن الفراعنة، حيث نجد في الكتابات القديمة العديد من توثيق لهذه الحالات، وأغلب السارقين كانوا من الأشخاص الذين جهزوا الملك الراحل للبدء بحياته في العالم الآخر، فكانوا يعلمون عن كل الكنوز والنفائس التي وضعت مع مومياء الملك. المثير في الأمر أن أغلب المقابر الملكية منها بالتحديد كانت تحتوي على نقوش اللعنات التحذيرية، لأن هذا الأمر لم يمنع السارقين القدامى من التعدي عليها. فهل فعلا كان اللصوص على علم أن هذه النقوش لم تكن سوى وسيلة لإبعادهم؟ أم أن الفقر والنقمة على الطبقة الحاكمة في ذلك الوقت دفع السارقين إلى التعدي على قبور ملوكهم دون الخوف من اللعنة؟ لا أحد يعلم. ولكن مع كل ما ذكرناه من حوادث وعجائب بغض النظر عن صحتها أو حقيقة نسبها إلى لعنة الفراعنة، لابد أن يكون للعلم رأي صريح في هذا الموضوع الشائك والذي أثار جدلا تاريخيا كبيرا. لنرى. انقسم العلماء بين مصدق لهذه الفكرة ورافض لها. العلماء والباحثين الذين يعتقدون بشكل ما بوجود هذه اللعنة يرجعون ذلك إلى حوادث الموت الغريبة التي رافقت كل من تعدى على قبر فرعون ولم تجد تفسيرا لها، من أبرزهم الباحثة والعالمة في علم المصريات في الجامعة الأمريكية في القاهرة سليمة إكرام، والتي تقول أن مصطلح اللعنة كان موجودا في مصر القديمة كنوع من نظام الحماية لقبور الفراعنة الملوك، وهو ما يبدو جليا من النقوش الموجودة على جدران المقابر. وكيل وزارة الآثار السابق عاطف أبو الدهب
يعتقد هو الآخر بوجود اللعنة، فهو بحسب قوله لا يعتقد بأن كل الأحداث التي ترافقت مع وجود المومياوات خارج مقابرها، وحتى ما حدث مع من تجرأوا على تعكير صفو الملك توت عنخ أمون هي محض الصدفة. ويقول أننا في عالم يحمل الكثير من الغموض، فنحن نسمع عن الجن والسحر والعوالم الأخرى ولا نعلم عنها إلا اليسير من الأمر. وفي المقابل عدة آراء لعلماء بارزين ترفض هذه الفكرة، وجميعهم يستدلون بأمر مهم، ألا وهو أن هاورد كارتر مكتشف مقبرة الفرعون توت عنخ أمون مات بعد ما يقارب العقدين من الزمن على اكتشاف المقبرة، ولم يواجه أي حظ سيء أو مرض غريب. فبحسب هؤلاء العلماء كان من الأولى أن تصيب اللعنة هاورد في الدرجة الأولى في حال وجودها. أبرز هؤلاء العلماء هو عالم الآثار المصري ووزير دولة سابق لشؤون الآثار الدكتور زاهي حواس. حواس لا يعتقد بوجود اللعنة، فهو يرى أن كل ما حدث كان محض صدفة، بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث التي أجراها هو وعلماء آخرين، والتي أفضت إلى إمكانية وجود غازات سامة تنتج عن تحلل المواد العضوية من مأكل ومشرب وملبس كانت توضع مع جثة الفرعون الميت لتساعده في حياته الجديدة في العالم الآخر. وأهم هذه الغازات بحسب العلماء هو غاز الرادون المشع، والذي له آثار سلبية كبيرة على الجهاز المناعي والتنفسي والعصبي بنفس الوقت. أما عن اللعنة بحد ذاتها والنقوش التي تدل عليها، فيخبرنا الدكتور زاهي عن إحدى أبرز النقوش التي شاهدها عند اكتشافه مع فريق بحثه مقبرة رئيس عمال بناة الهرم الأكبر خوفو. هذا الرئيس كان معروفاً باسم تيتي. وجد على جدران قبره وكذلك على قبر زوجته نيس سوكر النقش التالي: أيها الأحياء أجمعين الداخلون إلى هذا القبر، المعتدون على هذا القبر بتشويهه، التمساح عليكم في الماء، الثعابين عليكم في الأرض، وأفراس النهر عليكم في الماء، والعقارب عليكم في الأرض. ورغم أن الدكتور زاهي ليس من المصدقين بفكرة اللعنة كما ذكرت سابقا، إلا أنه يخبرنا عن بعض الحوادث الغريبة التي حصلت معه. فيخبرنا عن الحادثة التي صادفته هو وفريق من العلماء عندما حاولوا نقل مومياء توت عنخ أمون خارج المقبرة بوضعها على جهاز أشعة في محاولة لفك لغز وفاته. بداية هبت عاصفة رملية كبيرة أخافت الفريق، وطمأنهم حواس بأنه لا يوجد شيء غريب. وبعد أن وصلوا بالمومياء إلى المختبر تفاجأوا بتعطل الجهاز الحديث بمجرد وضع المومياء عليه. حادثة أخرى كذلك يسردها دكتور زاهي علينا، فيقول أنه خلال عمله في الواحات البحرية قام بنقل مومياوين لطفلين من إحدى المقابر بغرض وضعها في المتحف. سافر بعدها الدكتور للتدريس في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة شهر، وخلال هذا الشهر كان الطفلان يزوران منامه بشكل يومي، ورافقته أحداث غريبة في هذه الفترة، فهو لم يتمكن من الوصول في الموعد المحدد إلى بعض من محاضراته، وعدم لحاقه بطائرة كانت ستقله لمكان إلقائه إحدى محاضراته. لذلك عند عودته إلى القاهرة توجه إلى الواحات البحرية ليجد في الموقع الذي اكتشف فيه الطفلان المومياوان مومياء لرجل آخر، فأخذ المومياء ووضعها بجوار الطفلان المومياوان، فاختفت الأحلام المزعجة والأحداث الغريبة. ورغم كل هذا لا يؤمن الدكتور حواس باللعنة، ويقول أن ما حدث معه من باب الصدفة لا أكثر. أما عن كل ما أثير من بلبلة بخصوص علاقة نقل المومياءات الملكية بالحوادث المؤسفة التي شهدتها مصر الحبيبة إبان موعد النقل، فقد قال الدكتور زاهي في اتصال هاتفي مع إحدى القنوات أنه لا رابط بين النقل والحوادث، فلا وجود لشيء اسمه لعنة الفراعنة، وأن موت بعض العلماء في الماضي عند فتح المقابر الأثرية ما هو إلا بسبب الجراثيم السامة في غرف المومياوات، وهو ما تم التعامل معه جيدا فيما بعد عند فتح المقابر. علماء آخرون بالطبع رفضوا فكرة اللعنة، ومنهم الدكتور جمال محرز مدير عام مصلحة الآثار الأسبق. دكتور جمال استدل على هذا بقوله أنه كان يعمل كل حياته في قبور الفراعنة والمومياوات ولم يصبه أذى. الغريب في الموضوع بحسب بعض المصادر أن دكتور جمال توفي بسكتة قلبية بعد نزعه قناع توت عنخ أمون للمرة الثانية. المعارضون لهذه الفكرة يرجعون سبب موته إلى تقدمه في السن فقط لا غير. عالم المصريات دومينيك مونتسيرات هو الآخر من المعارضين لهذه الفكرة،
فهو بحسب كتاباته لا ينفي وجود اللعنة فقط، بل يؤكد أن مصطلح اللعنة لم يكن وليد اكتشاف قبر توت عنخ أمون، إنما يعود إلى ما ذكرته سابقاً حول المسرحية التي استخدمت مومياء حقيقية. وبرغم أن أغلب الدراسات أثبتت أن مقابر المومياءات تحتوي على غازات سامة، وبعض المومياوات تحمل أنواع خطرة من الفطريات السامة والتي من الممكن أن تسبب نزيف في الرئتين، إلا أن أحد أبرز العلماء وهو دي وولف ميلر البروفيسور في علم الأوبئة في جامعة هاواي موانا يرفض هذه الفكرة، فهو يعتقد أنه من الصعب التصديق أنه في قبر وجد بعد 3000 عام يمكن أن نجد نوعاً غامضاً من كائنات مجهرية قد تقوم بقتل الإنسان في غضون 6 أشهر كما حدث مع اللورد كارنارفون. وهو كذلك يستدل على أن من قام بفتح القبر هو كارتر لم يصب بأذى، بالإضافة إلى أنه لم يتناهى إلى سماعه عن تعرض أي عالم آثار أو حتى سائح لما يسمى بتسمم القبر. لذلك فهو يرى أن كل ما حدث هو من قبيل الصدفة وتواتر الأساطير على مر العقود. إذن أصدقائي، بعد كل ما سمعناه وقرأناه حول لعنة الفراعنة المثيرة للجدل، يبقى السؤال الأبرز: هل اللعنة فعلاً حقيقية أم هي نتاج خيال الكتاب وصناع الأفلام؟ وماذا عن الأحداث التي رافقت إزعاج الفراعنة ابتداء من فتح قبر توت عنخ أمون وصولاً إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر الحبيبة إبان نقل المومياوات الملكية؟ هل تظنون فعلاً أنها نتاج اللعنة؟ أم أننا سنؤمن جميعاً أنها صدفة وقدر مكتوب؟ ماذا عن السحر الأسود وحماية القبور بما يسمى الرصد والذي يعود تاريخه إلى الفراعنة وربما إلى ما قبل الفراعنة؟ هل لذلك صلة أو من يدري؟ لعله بحث آخر.